هتبقى متعبه في تطييرها. خرابي قلبت قلبه الى تهمه يا جدعان على الهوا. وجري شايفين الدرع عمل تعبت من الطياره. كلحه كلحه يا شيخه. لا هو الميزانه مظبوطه وشوكت في الشجر. الدين نزل على البتاع. تروح هناك وانا اشدها لك. ماشي طبعا انا هديله الخطوه واحنا امسكها وهو يشدها. يلا هترفع اهي. مش عارف نعمل ايه. كليك تاني مره اروح له عمر هو يطير. يلا مش هو عمر هو فحر. بيجري هناك اهو. عمر اللي نصبها يا جدع. الخطوه لعبه الدلع. ده قصه كفاح يا جدع. بدل انت طيرتها يا اسطى تلمها من حقك يا اسطى. ياسين ويوسف هناك اهو ما عملوش اي حاجه في حياتي. صورني يا اسطى وانا بقفز القفزه دي. انت طياره تانيه كمان ولا كفايه كده؟ السلام عليكم. دي طياره شادو اللي كانت ما بتقدرش تطير والطياره تقيله حولناها لطياره نجمه. ما عملناش فيها اي حاجه صينا بس كده وعملناها نجمه. طبعا هي بس عملناها ايه شكل نجمه. فيلا نطيرها كده. يلا بسم الله رب تطير الطياره دي تويتوه. ما انتوا عارفين فايه ربنا يستر وتطير بقى عشان ما فيش هواء اصلا. فايه حوارها هيبقى حوار اصلا. هتبقى متعبه في تطييرها لان الطياره دي كانت تقيله اصلا في شادو وكانت قرفانه فما كناش بنطيرها. فايه هي نفس الطياره برضو بس ايه حطينا لها كيسه بيضة وقطعناها عملناها نجم. فيلا بقى يلا روحي بقى روحي بقى عايزين شويه هوا شداد جدا لان الطياره تقيله وتهمه تقيله وتهمه ايه. يلا بقى روحي. طب اصبر بقى انا هجري بيها بدل ايه مش نافعه كده يبقى يتجرى بيها جريه حلوه يتجرى بيها ايه جريه حلوه. ثواني بس وعايز يلا يلا روحي بقى لا تروحي يلا روحي ده انت رخمه خامه. يلا يلا هوا هوا يا خرابي قلبت قلبه. يا نهار ابيض انا هجري بقى من هناك لهنا. يلا اهي اهي اوعى اهي يلا روحي بقى يلا انت طيب غزلي. طبعا هي مش الهوا هنا مش واخد وضعه هي رخمه. طب ماشي تاني مره يلا روحي بقى روح هتروحي يلا بقى يلا بقى يلا بقى ده انت كلحه كلحه تقيله تهمه يا جدعان على الهوا. تقيله شايفين بتقبط ازاي تقيله. يلا يا شيخ يلا روحي بقى ده انت تهمه بس يلا هي واحده واحده هتطير واحده واحده عايزه شويه هوا كمان وهتطير حالا اهو. يا نهار ابيض مش عايزه تقعد تقيله تهمه تقيله مش شايف تهبط. طب اعمل فيها ايه دي بقى؟ اشوف كده الميزانه ممكن اقصر لها الميزانه شويه كمان بس ما عادش في خيط اللي هي تقصر. طب اعمل لها عقله كده واعي يوسف من هنا. تمام انا قصرت لها الميزانه اهو ونحاول نطلعها تاني ان شاء الله هتطير بس عايز هوا. انا هجري بيها ارجع ورا كده اهو واجري بيها جريه حلوه بس لما يجي هوا. فانا رجعت اهو وهجري بيها جريه حلوه قوي. وجري راحت ولا لسه؟ يا نهار ابيض لسه ما راحتش بس رفعت شويه عايزه شويه هوا تانيين. يلا بقى روحي بقى روحي بقى ده انت رخمه بقى تهمه شايفين الدرع عمل ايه يا خرابي على القلب. اتسلك بس خدت قلبه مظبوطه بس خلعت امن. يلا روحي بقى انت طيارة كلحة خالص يلا بقى روحي بقى يلا نهار ابيض يلا على المريخ ده انت كلحة راح خلاص كده في امل اللي هي تو بس تهبط هبطة وحشة قوي هبطة وحشة والهواء مش عارف مش ملكة الطيارة مش ملكة يعني شيخة ده انت قرف طيارة مقرفة كل ده عشان طيارة طامت ايه يا جدعان فيه يلا روحي بقى هوا جديد يا هوب هوا رفعت ايه بس مش عايزة تروح مش قابلة خالص اللي هتروح مش قابلة يا نهار ابيض لا ان شاء الله هطيرها انا هطيرها بإذن الله يلا بقى هوا جديد اهو مش عارف هي اخرها كده مش عايزة تروح هتطير ان شاء الله. يا نهار ابيض الميزانه اتعوجت فهلمها عشان اعدلها هلم الميزانه عشان ايه يا خرابي اتقلبت فوق. طبعا الميزانه هنا ساعات بتتعوج فالخيط بيقوم قلب ايه على البتاع. انا تعبت من الطياره يلا تاني انا همشي بعيد واقوم ايه اهي في هوا جديد بس تخبط روح بقى
وعبادة تخم. يلا يلا بقى هوا تطير بقى. يلا على المغي على المغي يا اخي. يلا وعبادة انت كلا حكى لها يا شيخة. انا تعبت مني تعبت مش عايزة ترفع. مش قابلة خلص اللي هترفع لفوق. مش قابلة تقيلة الغاب تقيل اصلا بتاعها. ودي الطاعة الشادو اللي كانت متعبة وبتقرفني. هقصر لها العمود شوية ممكن تطير تمام. ولكن لا هو الميزانة مظبوطة. امال مش عايزة تروح ليه؟ مش عارف. فانا هبعد كده وارجع راجع جامدة من هناك لهنا. فارجع راجع جامدة كده واجري من هناك لهنا. يلا تاني اهو تاني. يلا روحي بقى يا خرابي. شبكة في الشجر شبكة في الشجر بس. يلا تاني مرة يا خرابي انا ولا يلا روحي بقى روحي بقى. ده انت غزلة غزالة ورخمة خمة وكلحة كلحة. رب هوا بقى وطير. رب هوا شديدة رب يطيرها بقى. عارف دي عايزة من فوق بقى. عايزة من فوق هنا الهوا مش راسي خالص ومش عارف اعمل لها ايه. دي عايزة يا خرابي الدين نزل على البتاع ولمه ولمه وسلك الديل لحد ما زهقت. ايه تروح هناك وانا اشدها لك وتطير. ماشي. طب يلا دلوقتي يا جدعان انا عمر هو اللي هيشده. طبعا انا هديله الخيط واروح انا امسكها وهو يشده. يلا يلا عشان ايه طبعا متعبه ومقرفه فهديها له وانا اروح 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 وهو يشد ايه يطير تمام. فانا ايه هرفعها له كده تمام واخليه يشد. يلا اروح كده تمام. انا اروح بعيد كمان اروح بعيد كمان اروح بعيد كمان اروح بعيد كمان تمام واخليه هو يشد من عنده يطير. فيلا ابو العمامير يلا انا ارفع له اهو وهو يشد من ورا. يلا يلا هترفع اهي ورفعت رفعت على المغي رفعت. بس على الله تكون كل ده بيصوب مش عايزه برضه تروح. صور انت صور صور. هحاول انا ارفعها بسرعه. صور صور هحاول اني طبعا. يلا 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 ترفع. يلا يلا بقى يلا بقى تها تقيله تقيله يا جدع. تهمه تهمه يا خرابي مش عايزه ترفع. كل ده في فيديو تطير طبعا نجمه اكمني الغاب تقيل وانا عارف اللي هو تقيل وهتقرفنا هتقرفنا بتشد. لكن مش عايزه ترفع مش عايزه ترفع. مش قابله خالص مش قابله. انت كلحه يا شيخه كلحه يا خرابي يا جدعان. هطيرها ان شاء الله انا هطيرها. ما ينفعش نمشي كده من غير ما نطيرها. هطيرها انا هطيرها. يلا بقى يا رب هوا جديد يطيرها. ده اني قرفت منها يا جدع. رخي مع خامه وكلحه كلحه. يا نهار ابيض هوا جديد يا رب. شوف شوف بتعمل ازاي. الميزانه اتعوجت على فكره. الميزانه اتعوجت بس ممكن تطير. انا شوف الميزانه بدات اتعوجت. بص راحت فين. ما هو الميزانه معوج. الميزانه معوج بتقوم قلبها على الغاء. بص مش عارف نعمل ايه. مش عايز اطير. هنحاول يا عم ان شاء الله نطيرها. ان شاء الله هطيرها باذن الله. بص يلا. طبعا انا رايح اهو تاني كليك تاني مرة اروح لعمر هو يطير. فطار رخمة 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 بس هنطير. هنطير يا بتروح بس ما بتروحش بعيد قوي. يعني ماشي على خط الترعة ودوات مش باين طبعا. يلا ماشي فيش هوا طبعا. ماني واقف مش عارف باين في الكاميرا ولا لا. وعم اصلا واقف بعيد مش عارف باينين ولا لا. يلا مفيش هوا مفيش هوا مع اننا في الشتاء يعني والشتاء داخل. مفيش هوا. نهار ابيض كده نجيب الكروت النجوم ونطيرها. حد دلوقتي لسه اني واقف في هوا. يلا واما هو فحر واني بجري 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 بروح الحق بيجري عمار بيجري هناك وبيطير وبيطير. روح عمال مصور هو بيجري هناك اما بيجري الطيارة يا خرابي. مش عايز اطير مش قابلة خالص مش قابلة. شايفين الخيط فينا اصلا والطيارة اصلا هبطانة لسه هبطانة. وعمر شغال يعافر معاها. عمر شغال يعافر يعافر ومعافر.
صعبه الطعام مش عايزه ولا قابله خالص. شايفينها بطنها ازاي؟ مع اننا اصلا في دخله الشتاء ومفروض المفروض اللي يطير، بس الطعام مش قابله وده شغال يلف طبعا. فاحنا ممكن نرجع كده، عمر شغال يعني يطير فيها والطعام مش قابله خالص. راحت راحت وعمر اللي نصبها يا جدع. عمر النجم المستقبلي في الطيارات هو اللي طيار. تمام، عمر اللي طيار الطيارة بعد العذاب ده كله، عمر اللي طيارها راح راحت اخيرا وبعيد بعيد اهي. وكده الحمد لله سافرت بنجاح وسلام وامان بعد 10 دقايق، ده بقينا 12 دقيقة. عمر اللي طيارة عشا ابو العمامير. عمر جه جارية غشيمة بصراحة، بس راحت خلاص سافرت يا اسطى على المغرب، سافرت خلاص يا جدعان. الخطبة الخطبة عامل طلع يا نهار، ده التليفون كان هيقع. لا ما تخافش ما نمسك له حال، الخطوة في الترعة. ف طب هو عم نجيبه من الترعة يا خبا، انا هقع انا كمان. بصوا يخرجوا بي كده، انا هقع على فكرة. ده شوك، ده شوك يا جدعان مش باين، فانا ممكن اجيبه كده وانا نازل اجيب. ولا خابي، وجبت الخيط، جبت الخيط بسلامة. وعمر اهو كان واقع في الترعة ده. تمام، وعمر اهو اللي بيطيرها دلوقتي، وسافرت خلاص الحمد لله. ده قصة كفاح يا جدع، ده بقت هناك اهي. بس الحمد لله عمر اللي طيرها يا جدعان بعد الكفاح دوت، شجعها يا جدعان. الطاقة بصراحة مقرفة مقرفة مقرفة، طاقة مقرفة يا جدع. دي ايه ده القرف ده؟ طاقة مقرفة بجد يا جدعان، يعني قرف. والطيارة مقرفة يعني بصراحة، يعني مقرفة قرف ملوش حل يعني. بس هي سافرت دلوقتي وبقت هناك اهي، والحمد لله الحمد لله اللي هي طارت الحمد لله. ايه الطيارة اهي بس سافرت خلاص كده. خلاص يا جدعان، وعمر رمى الخيط اصلا على وشك اللي هو يخلص اهو. وعمر تمام، عمر اللي طيرها. بقول لك يا عمر، بدل انت طيرتها يا اسطى تلمها من حقك يا اسطى. اصولا يا اسطى انت عامل علي صوتك. احنا نربطها ونسيبها يا بنت الطياره. بصراحه عذبتنا يا اسطى عم طارت، بصراحه يا جدعان طار عذبتنا بجد بجد عم طارت. بس الحمد لله راحت ازاي، والخيط مبحر اهو شايفين، مبحر هناك وطالعه بيه بعيد. بس هي كده راح راحت خلاص، راح راحت بس طلعت روحنا عم راح. وكده كان حوارنا حوار مع عمر، وعمر للطياره وسايب الخيط كله، فعاش ما عادش الا باقي شويه صغيرين. فبس كده هي الحمد لله راحت خلاص، وراحت بعيد بعيد. وعمر كان بيجري جري غشيمه، وجري جري غشيمه بصراحه. بس الحمد لله في الاخر كانت بنتيجه كويسه باذن الله. الحمد لله الطياره هناك اهي، وعمر هو اللي بيطيرها. وكده عاش ابو العمامير عليك يا اسطى، انت عاش عليك يا اسطى. انا هحاول اجيبك انت والطياره، فاقوم جاي جاي بس كده. وعمر اللي طار الطياره ومش عارف كده باين. عموما يبان هما الاثنين. انا ممكن اقوم، بصوا هقفز القفزه ده، انا هقفز القفزه ده تمام، وهم اعدي كده اهو. هوبا يا خرابي، انا وقعت في الترعه، الراجل هيجي يشتمنا بتاع الارض حالا. يلا كده عشان اجيب عمر بس هو بيطير الطيارة. بس انا قفزت القفزه دي كلها واني ماشي على خط الترعه. تمام، بس كان فيديو حلو بصراحه، وانا كنت مستمتع بالفيديو بصراحه، انا مستمتع لحد دلوقتي. بس كان فيديو حلو بصراحه، بس انا مستمتع بصراحه، انا مع اني بس مستمتع بصراحه، كانت رحله حلوه. فدلوقتي يا عمر اهو والطاقه نلمها ولا لمها يا اسطى؟ لمها من حقك تلمها، من حقك تلمها. احنا طلع عنين يا خرابي، كنت طلع عنين. طبعا انا واقف قدام الترعه، هلمها يا اسطى. بس يوسف هناك اهو ما عملوش اي حاجه في حياته، ويوسف هناك اهو. يلا هتلمها الترعه هناك اهي. يا نهار، هتلمها يا عمر؟ لا تعلمها، تلمها يا ابني، انت من حقك انت اللي تلمها، انت طيرتها. يلا يا عم، يلا شاركت بحاجه. ايه؟ شاركت بحاجه. يا عم لا، انا دوي كومبارز النهارده. يا عم انا موافق اطلع كومبارز. يلا يا عم، بس ثواني، الطياره بعيده اهي وسافرت خلاص، عمر اللي مصفاها كل دوت تمام، والطياره اهي هناك اهي، ويوسف اللي بيطيرها دلوقتي، وهنلمه. ماشي، مدي لعمر التليفون. يلا استنى اما اقفز، صورني يا اسطى وانا بقفز القفزه دي. واحد اثنين هوبا. تعال يلا يلا. طبعا ديت المايه اللي بيسيبها الاراضي ديت مش مايه ترعه ولا حاجه. يوسف هو اللي بيطلع هناك اهو، يوسف وياسين جنبه.
يا كانت رحلة كفاح، انتوا ما عملتوش اي حاجة في الدنيا دي، انتوا هتلموها انتوا ولا ايه؟ طيب تاخدوا على الجاهز. لا لا، هما كده بياخدوا على الجاهز وبيستعبطوا علينا. لا بس عمر نصابها بصراحة بقت بتشد شدة غشيمة غشيمة. يلا يلا، بقول لك ايه، ما تستعبطش هتلموها. ايوه انا اللي هلمها. انطوط طوط، كمان نعمل فيديو كمان ولا خلاص كده؟ ها عمر انطوط طوط تانية كمان ولا كفاية كده؟ وطبعا كده بعد رحله الكفاح احنا مش هنلم الطاقه طايره هناك اهي، هتالهم تمام. احنا مش هنلم الطاقه، احنا هنطير. بص بقى تمام، الطاقه هناك اهي. طبعا بصوا احنا مش هنلم الطاقه، احنا هنطير كمان طاقه 2 متر ونص اللي هي قوه النجوم اللي انتوا عارفينها مع الطياره دي في فيديو تاني. فلو متابع دلوقتي ممكن تلاقي في شاشه النهايه وينزل قريب. ما تنساش تشترك في القناه ولايك وشير وسبسكرايب. بس تعبنا عشان الطاقه دي، الطياره ويوسف هو اللي بيلمها. يلا سلام.